اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فُتحت ابواب الجنه وغلّقت أبواب النار، وصُفِّدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع بن ابي انس ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان بمثله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم عقد ابهامه في الثالثه فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بهذا الاسناد وقال فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين نحو حديث ابي اسامه وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر تسع وعشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمه وهو ابن علقمه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فاذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فقدروا له حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض ابهامه في الثالثه وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا حسن الاشيب حدثنا شيبان عن يحيى قال واخبرني ابو سلمه انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة قال عقبه وأحسبه قال: الشهر ثلاثون، وطبق كفيه ثلاث مرار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس. قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا يعني تمام ثلاثين. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد ولم يذكر للشهر الثاني ثلاثين. حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيده. قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليله ليله النصف فقال له ما يدريك ان الليله النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا واشار باصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثه واشار باصابعه كلها وحبس او خنس ابهامه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي. حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام حا وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن، فقال: إن الشهر تسع وعشرون. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في تسع وعشرين فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون فقال انما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحده في الاخره حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج الينا صباح تسع وعشرين فقال بعض القوم يا رسول الله انما اصبحنا لتسع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسع وعشرين ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثا مرتين باصابع يديه كلها والثالثه بتسع منها حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي ان عكرمه بن عبد الرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمه رضي الله عنها اخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرى، فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة اصبعا. وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن ابيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مره. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهراذ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمه بن سليمان قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كُريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرايت الهلال ليله الجمعه ثم قدمت المدينه في اخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته، فقلت نعم، ورأه الناس، وصام وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال لا. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي او تكتفي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مره عن ابي البختري قال خرجنا للعمره فلما نزلنا ببطن نخله قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مره قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله اني اجعل تحت وسادتي عقالين عقالا ابيض وعقالا اسود اعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد. قال لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. بلال وابن ام مكتوم من الاعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال: ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه ح وحدثنا اسحاق اخبرنا عبده ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعده كلهم عن عبيد الله بالاسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سليمان التيمى عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم اذان بلال او قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الاسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال اسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري: حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن احدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن عليه حدثني عبد الله بن سواده عن ابيه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال، ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن ابيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن سواده قال سمعت سمره بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر او قال حتى ينفجر الفجر وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابو داود اخبرنا شعبه أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال: سمعت سمورة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن وكيع حا وحدثنيه ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الاسناد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". وحدثناه قتيبة حدثنا يعقوب حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه قالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاه قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد ابو كريب والاخر ابو موسى وحدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائدة عن الاعمش عن عمارة عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يالو عن الخير احدهما يعجل المغرب والافطار والاخر يؤخر المغرب والافطار فقالت من يعجل المغرب والافطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حدثنا يحيى بن يحيى وابو كُريب وابن نُمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن نُمير حدثنا ابي وقال ابو كُريب حدثنا ابو اسامه. جميعا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان حا وحدثنا اسحاق اخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن ابي اوفى حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أُطعم وأُسقى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير حا وحدثنا ابن نُمير حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له انت تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكلفوا من الأعمال ما تطيقون وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المغيره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فاكلفوا ما لكم به طاقه وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوصال بمثل حديث عماره عن ابي زرعه حدثني زهير بن حرب حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا، حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه، جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحلة، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت قال فاخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في اخر الشهر فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي أما والله لو تماد للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، انكم لستم مثلي، او قال: اني لست مثلكم، اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعثمان بن ابي شيبه جميعا عن عبده قال اسحاق اخبرنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك حدثني علي بن حجر السعدي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم اسمعت اباك يحدث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعه ثم قال نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة، عن عائشة رضي الله عنها حا وحدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثنا الأعمش عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود. قال انطلقت انا ومسروق الى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه، أو من أملككم لإربه، شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود ومسروق انهما دخلا على ام المؤمنين ليسالانها فذكر نحوه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاويه يعني بن سلام عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز بن اسد، حدثنا ابو بكر النهشلي، حدثنا زياد بن علاقه، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ابي الزناد، عن علي بن الحسين، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو عوانه حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن ابي سلمة انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لام سلمة فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشه وام سلمه رضي الله عنهما فسالهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول قال فجئنا ابا هريره وابو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال ابو هريره اهما قالتاه لك قال نعم قال هما اعلم ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع ابو هريره عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك اقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمه رضي الله عنها يسال عن الرجل يصبح جنبا ايصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبه وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الانصاري ابو طواله ان ابا يونس مولى عائشه اخبره عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاه وانا جنب افاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقيه. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار انه سأل ام سلمه رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا ايصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينه. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال: اذهب فاطعمه اهلك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الاسناد مثل روايه ابن عيينه، وقال: بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل، ولم يذكر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا، قال: فأطعن ستين مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا اسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاء عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به وحدثنا محمد بن المثنى اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني عبد الرحمن بن القاسم ان محمد بن جعفر بن الزبير اخبره ان عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شانه فقال اصبت اهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبينا هو على ذلك اقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله اغيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا ادري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثل حديث الليث قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الاحدث فالاحدث من امره ويرونه الناسخ المحكم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكه قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه اولئك العصاه وحدثناه قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله وحدثناه احمد بن عثمان النوفلي حدثنا ابو داود حدثنا شعبه بهذا الاسناد نحوه وزاد قال شعبه وكان يبلغني عن يحيى بن ابي كثير انه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الاسناد انه قال عليكم برخصه الله الذي رخص لكم قال فلما سالته لم يحفظه حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشره مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حا وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبه، وقال ابن المثنى حدثنا ابو عامر، حدثنا هشام، وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر يعني ابن عامر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني بن مفضل عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره حدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحسين بن حريث، كلهم عن مروان. قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي اعد قال فقلت ان انسا اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن ابي مليكه فاخبرني عن عائشه رضي الله عنها بمثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اخبرنا ابو معاويه عن عاصم عن مورق عن انس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وحدثنا ابو كريب حدثنا حفص عن عاصم الاحول عن مورق عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وافطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالاجر حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن ربيعه قال حدثني قزعه قال اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسالك عما يسالك هؤلاء عنه سالته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم فكانت رخصه فمنا من صام ومنا من افطر. ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا. وكانت عزمه فافطرنا ثم قال: لقد رايتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سال حمزه بن عمرو الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد مثل حديث حماد بن زيد اني رجل اسرد الصوم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال ابو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ان حمزه قال إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، قال هارون حدثنا، وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه قال هارون في حديثه هي رخصه ولم يذكر من الله حدثنا داوود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي، عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم شديد الحر حتى ان الرجل ليضع يده على راسه من شده الحر وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه فشربه حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شكّ ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن، وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجّ عن كريب بن مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر الى المدينه صامه وامر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكر في اول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في اخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كروايه جرير حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان يوم عاشوراء كان يصام في الجاهليه فلما جاء الاسلام من شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان عراكا اخبره ان عروه اخبره ان عائشه اخبرته ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليه ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله عن نافع. اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه اهل الجاهليه فمن احب منكم ان يصومه فليصمه ومن كره فليدعه حدثنا أبو كُريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن احب ان يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه الا ان يوافق صيامه وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا روح حدثنا ابو مالك عبيد الله بن الاخنس اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، حدثنا سالم بن عبد الله، حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: ذاك يوم كان يصومه اهل الجاهليه فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه، قال ابو بكر: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الاشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى فقال يا ابا محمد ادن الى الغداء فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك وقال ابو كريب تركه وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد ابن فكل قال إني صائم قال كنا نصومه ثم ترك. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمه قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء. فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان خطيبا بالمدينه يعني في قدمه قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال اين علماؤكم يا اهل المدينه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. حدثني أبو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم: إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصومه وحدثناه ابن بشار وابو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه عن ابي بشر بهذا الاسناد وقال فسالهم عن ذلك وحدثني ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه انتم وحدثناه احمد بن المنذر حدثنا حماد بن اسامه حدثنا ابو العميس اخبرني قيس فذكر بهذا الاسناد مثله وزاد قال ابو اسامه فحدثني صدقه بن ابي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم ولا شهرا الا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد في هذا الاسناد بمثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو: حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم. عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم يوم عاشوراء فامره ان يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم، ومن كان اكل فليتم صيامه الى الليل. وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي، حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق، حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينه من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ان شاء الله ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبه من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناها اياه عند الافطار وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا ابو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سالت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الانصار فذكر بمثل حديث بشر غير انه قال ونصنع لهم اللعبه من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان وحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني نذرت ان اصوم يوما فوافق يوم اضحى او فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سعيد بن سعيد اخبرتني عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا خالد عن ابي المليح عن نبيشه الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل يعني بن عليه عن خالد الحذاء حدثني ابو قلابه عن ابي المليح عن نبيشه قال خالد فلقيت ابا المليح فسالته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن سابق حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن ابيه انه حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوسى بن الحدثان ايام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عن عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه انه اخبره محمد بن عباد بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وحدثني ابو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائده عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حدثني عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد: غير انه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، حدثني يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، وقال: فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى يقوله: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ياتي شعبان وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمه بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقالا سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس وحدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا الاعمش عن سلمه بن كهيل والحكم بن عتيبه ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال فصومي عن أمك. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر ابو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امراه فقالت اني تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت قال فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط افاحج عنها قال حجي عنها وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير انه قال صوم شهرين وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد، وقال: صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو بكر بن ابي شيبه روايه وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده. لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، حا، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش، حا، وحدثنا أبو سعيد الأشج، واللفظ له. حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنه عشر امثالها الى سبعمائه ضعف، قال الله عز وجل: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدع شهوته وطعامه من اجلي، للصائم فرحتان، فرحه عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان، عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وحدثنيه إسحاق بن عمر بن صليط الهذلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا ضرار بن مره، وهو ابو سنان بهذا الاسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا خالد بن مخلد، وهو القطواني. عن سليمان بن بلال: حدثني ابو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل معهم احد غيرهم يقال اين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح انهما سمعا النعمان بن ابي عياش الزرقي يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله: ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فاكل ثم قال قد كنت اصبحت صائما قال طلحه فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزله الرجل يخرج الصدقه من ماله فان شاء امضاها وان شاء امسكها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين: قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله: اهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان قالت والله ان صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا افطره حتى يصيب منه وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت ما علمته صام شهرا كله الا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق. قال حماد: وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، قد أفطر، قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الاسناد هشاما ولا محمدا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها. قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنه اكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم اذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر اذا افطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد وقال: شهرا متتابعا منذ قدم المدينه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وحدثنيه علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر حا وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول لاقومن الليل ولاصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال صم يوما وافطر يومين قال قلت فاني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو اعدل الصيام قال قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لان اكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمه وهو ابن عمار حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى ناتي ابا سلمه فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا واذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج الينا فقال ان تشاءوا ان تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هنا. قال فقلنا: لا بل نقعد هنا، فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: الم اخبر انك تصوم الدهر وتقرا القران كل ليله فقلت بلى يا نبي الله ولم ارد بذلك الا الخير قال فان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك قال فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال وقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد علي قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت الى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت اني كنت قبلت رخصه نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا روح بن عباده حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزورك عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا حدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في عشرين ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي قراءه قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم ان ابا العباس اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم اسرد واصلي الليل فإما أرسل إليّ وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا، ولنفسك حظا، ولأهلك حظا، فصم وأفطر، وصلِّ ونم، وصم من كل عشرة أيام يوما، ولك أجر تسعة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره، قال مسلم: أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة. ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني ابي حدثنا شعبة عن حبيب سمع ابا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو انك لتصوم الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا حبيب بن ابي ثابت بهذا الاسناد وقال: ونفهت النفس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان عمرو بن اوس اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمر بن دينار أعمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وساده من ادم حشوها ليف فجلس على الارض وصارت الوساده بيني وبينه فقال لي: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله، قال خمسة، قلت يا رسول الله، قال سبعة، قلت يا رسول الله، قال تسعة، قلت يا رسول الله، قال أحد عشر، قلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صيام داوود شطر الدهر. صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن فياض، قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فان لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا صم وافطر صم من كل شهر ثلاثه ايام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او قال لرجل وهو يسمع يا فلان اصمت من سره هذا الشهر قال لا قال فاذا افطرت فصم يومين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبه بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعه قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر او ما صام وما افطر قال فسئل عن صوم يومين وافطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وافطار يومين قال ليت ان الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وافطار يوم قال ذاك صوم اخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثه من كل شهر ورمضان الى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وفي هذا الحديث من روايه شعبه قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبه بهذا الاسناد. وحدثني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان العطار حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرف ولم افهم مطرفا من هداب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت من رمضان فصم يومين مكانه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابن اخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان قال لا قال فقال له اذا افطرت رمضان فصم يوما او يومين شعبه الذي شك فيه قال واظنه قال يومين وحدثني محمد بن قدامه ويحيى اللؤلؤي قال اخبرنا النضر اخبرنا شعبه حدثنا عبد الله بن هانئ ابن اخي مطرف في هذا الاسناد بمثله حدثني قتيبه بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة رضي الله عنه، يرفعه. قال: سئل اي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائده عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمرو بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد اخبرنا عمر بن ثابت اخبرنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت ابا ايوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليله القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجل ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري أناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جبلة، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. عن جبله ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليله القدر في العشر الاواخر او قال في التسع الاواخر حدثنا ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليله القدر ثم ايقظني بعض اهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر وقال حرمله فنسيتها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. ثم انه اقام في شهر جاور فيه تلك الليله التي كان يرجع فيها فخطب الناس فامرهم بما شاء ثم قال اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رايت هذه الليله فانسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر وساق الحديث بمثله غير انه قال فليثبت في معتكفه وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء وحدثني محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر حدثنا عماره بن غزيه الانصاري قال سمعت محمد بن ابراهيم يحدث عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبه تركيه على سدتها حصير قال فاخذ الحصير بيده فنحاها في ناحيه القبه ثم اطلع راسه فكلم الناس فدنوا منه فقال اني اعتكفت العشر الاول التمس هذه الليله ثم اعتكفت العشر الاوسط ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء. فوقف المسجد فابصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاه الصبح وجبينه وروثه انفه فيهما الطين والماء واذا هي ليله احدى وعشرين من العشر الاواخر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال تذاكرنا ليله القدر فاتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت الا تخرج بنا الى النخل فخرج وعليه خميصه فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحه عشرين فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريت ليله القدر واني نسيتها او انسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر من كل وتر واني اريت اني اسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعه قال وجاءت سحابه فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل واقيمت الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رايت اثر الطين في جبهته وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو المغيره حدثنا الاوزاعي كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه وفي حديثهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وارنبته اثر الطين حدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان التمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه قال قلت يا ابا سعيد انكم اعلم بالعدد منا قال اجل نحن احق بذلك منكم قال قلت ما التاسعه والسابعه والخامسه قال اذا مضت واحده وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة وقال ابن خلاد مكان يحتقان يختصمان وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهيل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا ابو ضمره حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن ابي النضره مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن انيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليله القدر ثم انسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن ابيه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا. وقال وكيع: تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينه. قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينه عن عبده وعاصم بن ابي النجود سمعا زر بن حبيش يقول سالت ابي بن كعب رضي الله عنه فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليله القدر فقال رحمه الله اراد الا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليله سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني انها ليله سبع وعشرين فقلت باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر قال بالعلامه او بالايه التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت عبده بن ابي لبابه يحدث عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال ابي في ليله القدر والله اني لاعلمها قال شعبه واكبر علمي هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله سبع وعشرين وانما شك شعبه في هذا الحرف هي الليله التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه